مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف التاسع بمدارس الأندلس، أهلا وسهلا بكم ومع لقاء جديد من لقاءات العلوم الاجتماعية. هيا بنا أبنائي نلقي الضوء على قيمة مهمة جدا في حياتنا، ألا وهي قيمة التعاون. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عنوان درس اليوم أبنائي مراجعة للوحدة الرابعة نحن والبيئة. أهداف الدرس أن يعطي الطالب تعريفا للمشكلات البيئية، الاحتباس الحراري والتغير المناخي، أن يجيب الطالب على الأسئلة الموضوعية إجابة صحيحة المرتبطة بالوحدة، أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية المرتبطة بالوحدة إجابة صحيحة. أبنائي الأعزاء، ما المقصود بالاحتباس الحراري؟ للإجابة على هذا السؤال أمامك الآن بعض البطاقات، نريد أن نرتب هذه البطاقات من أجل الوصول إلى مفهوم الاحتباس الحراري. هيا بنا. بارك الله فيكم أبناء الأعزاء على هذه المشاركات. فعلا الاحتباس الحراري هو الارتفاع المستمر في درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض. إذن تعريف الاحتباس الحراري عبارة عن الارتفاع المستمر في درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، وهذا ناتج أبنائي عن ارتفاع نسب الغازات الدفيئة. ثانيا، ما هو المقصود بالتغير المناخي؟ أيضا لدينا مجموعة من البطاقات ونريد أن نرتبها ترتيبا صحيحا دقيقا من أجل الوصول إلى مفهوم التغير المناخي. أحسنتم أبنائي. التغيرات التي تحدث في طبقات الغلاف الجوي. التغير المناخي هو التغيرات التي تحدث في طبقات الغلاف الجوي. تعريف التغير المناخي مرة أخيرة هو التغيرات التي تحدث في طبقات الغلاف الجوي، مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار. أمامك الآن لعبة إلكترونية، أي هيا بنا نحاول الضغط على هذا الرابط ونحاول الإجابة، وأنا معكم نتابع أبنائي. نعمل البدء. السؤال الأول: الارتفاع المستمر في درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض، يشير المفهوم إلى مصطلح هل المطر الحمضي أم ثقب الأوزون أم الاحتباس الحراري؟ وأرجو الدقة. أحسنت يا بني، يشير إلى الاحتباس الحراري. ننتقل إلى السؤال الثاني: الطبقة التي تحمي الأرض والكائنات الحية من الأشعة فوق البنفسجية هي طبقة، رائعة، طبقة الأوزون. ننتقل إلى السؤال الثالث: تستخدم الهالونات في هل صناعة التكييفات أم تركيب المبيدات الحشرية أم تستخدم في إطفاء الحرائق؟ الإجابة الصحيحة هي، رائع يا بني، إطفاء الحرائق. ننتقل إلى السؤال الرابع: هدف مؤتمر الدوحة بشأن تغيير المناخ إلى إطلاق المرحلة الثانية من اتفاقية فيينا أم بروتوكول كيوتو أم اتفاق باريس؟ رائع، إجاباتكم رائعة أبنائي، بروتوكول كيوتو. ننتقل الآن أبنائي إلى الأسئلة واللعبة الإلكترونية الثانية، أيضا لدينا رابط، نحاول الضغط على هذا الرابط. ماذا هناك؟ البدء. لدينا أربع أسئلة أيضا،
الغازات الدفيئة، التغير المناخي، ثقب الأوزون، الاحتباس الحراري. هيا بنا نحاول وأنا معكم. هو الذي يحدث في طبقات الغلاف الجوي، يحدث في طبقات الغلاف الجوي مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار. نحاول نضعها هنا، التغير المناخي، الارتفاع المستمر في درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض. هل هو الاحتباس الحراري أم ثقب الأوزون؟ الارتفاع المستمر، نراجع المعلومات. بارك الله فيكم أبنائي. الاحتباس الحراري هو الارتفاع المستمر في درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض. طيب، الغازات الدفيئة هل هي التي تمنع نفاذ الأشعة الشمسية تحتفظ بها في الغلاف الجوي أم نفاذ الأوزون؟ أحسنت، هي التي تمنع نفاذ الأشعة الشمسية وتحتفظ بها في الغلاف الجوي. إذن ثقب الأوزون هو نفاذ الأوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير في الغلاف الجوي. نرسل الإجابات لكي نتأكد. جزاكم الله خير على هذه المشاركات. نتابع. لدينا هنا ورقة عمل وأسئلة مختارة من الوحدة الرابعة، وأرجو المشاركة والانتباه. السؤال الأول، عرف كل من ثقب الأوزون، الاحتباس الحراري، التغير المناخي. ثقب الأوزون، رائع يا ولدي، نفاد الأوزون الموجود في طبقة الاستراتوسفير. أما الاحتباس الحراري هو الارتفاع في درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض. ثالثا، التغير المناخي هو التغير في درجة الحرارة والأمطار بطبقات الغلاف الجوي. ثانيا، بما تفسر حدوث ثقب الأوزون؟ ثقب الأوزون يحدث بسبب زيادة المواد الكيميائية مثل الكلور فلور كربون وغاز بروميد الميثيل والهالونات وأكسيد النيتروجين. كل هذه مواد كيميائية إذا زادت تحدث ثقب الأوزون. السؤال الثالث، ما النتائج المترتبة على ثقب الأوزون؟ من النتائج المترتبة على ثقب الأوزون ارتفاع نسبة أشعة فوق البنفسجية الضارة. الأشعة فوق البنفسجية الضارة ترتفع، وإذا ارتفعت تؤدي إلى أضرار كبيرة جدا بجسم الإنسان. ننتقل إلى الجزئية الأخرى، عدد الاتفاقيات الدولية للحد من التغير المناخي. لدينا العديد من الاتفاقيات، منها الاتفاقيات الإطارية بشأن تغير المناخ، وأيضا بروتوكول كيوتو، ولدينا مؤتمر الدوحة بشأن تغير المناخ، وهنا لدينا اتفاقية فيينا. السؤال الخامس، بما تفسر يؤثر التغير المناخي على الإنتاجية الزراعية؟ أبنائي الأعزاء، إذا تغير المناخ وإذا ارتفعت درجة الحرارة وإذا كان هناك تذبذب في كمية هطول الأمطار، هذا يؤثر بشكل مباشر على انتشار الآفات والأمراض، ويؤدي إلى تعرض المنتجات الزراعية للتقلب الشديد في الطقس والأمطار، يؤثر على كمية الإنتاج. السؤال السادس، بما تفسر زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي؟ إذا زادت نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، بما تفسر ذلك؟ بسبب قطع الأشجار والغابات، أيضا بسبب استخدام الإنسان الوقود الأحفوري، والسبب الثالث أدخنة المصانع والسيارات. هذه كانت أسباب زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. أبنائنا الأعزاء، إلى هنا انتهت المراجعة للوحدة الرابعة، وأشكركم من القلب، وإلى اللقاء مع درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.